وأعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم فيها قيام الليل، فإنه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو العبادة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومر معنا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقيام تلك الليلة، فينبغي أن يعتني بقيامه في العشر الأواخر بأن يطيل صلاته فيها بحسب الإمكان. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبالمناسبة يا أخوة، هذا الحديث ليس خاصا بالمسجد، بل من صلى اليوم في البيت جماعة مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة. فأنت يا بني، وأنت يا بنتي، وأنت يا أختي، إذا صليت خلف الوالد مثلا في البيت، صليت صلاة الليل ثم انصرفتم معه، فإنه يكتب لكم بإذن الله أجر قيام الليلة كلها، فاحرصوا على ذلك. والأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة يطيل قيامها وركوعها وسجودها، ويجوز له أن يزيد في العدد. عند جماهير العلماء من السلف والخلف